الآن موضوعنا الـ definite and indefinite articles، أدوات التنكير والتعريف اللي عندنا نوعا ما معلومة عنها سابقا، اللي هي the اللي هي definite article، والـ indefinite articles نستخدم الـ a أو الـ an. أما موضوع الـ articles اللي هي أدوات التنكير والتعريف اللي هي a and the، راح نشوف إنها استخدمها. أول شيء لازم نعرف فيها شو الـ indefinite articles. الـ a or an is used with singular، طبعا لازم راح نعرف إنه هي من تستخدم، تستخدم ويا singular المفرد، countable nouns أسماء المعدودة، to refer to a thing or an idea for the first time، حتى تعبر عن شيء أو فكرة تذكر للمرة الأولى، يعني غير معروف بالنسبة لنا. We have a Toyota and BMW، يعني معناته إنه هنا ذكرت شركة تويوتا وبي ام دبليو the first time، فاستخدمنا وياها a، كأنه بتنكر لأنه ذكرت لأول مرة. There is a supermarket in Adam Street، توجد supermarket في شارع آدم. هنا supermarket إنه ما محدد هي شنو، أوكي؟ a supermarket صورة عامة. هاي number one. Number two، the definite article that is used with a singular and plural. ده تلاحظون هنا ذا تستخدم ويا من؟ المفرد ويا الجمع. تستخدم مع countable and uncountable nouns، تستخدم مع الأسماء المعدودة والأسماء غير معدودة. When both the speaker and the listener know the thing or idea already. لكن إيش وقت هاي الأمور؟ من يكون الـ speaker والـ listener اثنيناتهم المتحدث والمستمع اثنيناتهم يعرفون الـ think or idea already، مسبقاً يعرفون الفكرة والموضوع اللي ينحكي عنه. يعني راح نقول I'm going to the supermarket، أو قبلها نشوف الجملة we have a Toyota and a BMW. أوكي، هاي الجملة الأولى اللي قلناها. I drive the Toyota، شوف هنا وصلت already مسبقاً وإحنا عندنا هاي سيارتين. I drive، أنا أقود هاي سيارة Toyota، and my wife drives the BMW. أوكي، تلاحظون هنا بما أنه أول شيء ذكرت وتعرفنا عليها، مرت الثانية ده يقول حدد استخدمناها وياها the، باعتبار already هي كانت معروفة بالنسبة للسبيكر والليسنر. أما فيما يتعلق الـ indefinite articles، أدوات اللي تكون أدوات التنكير تسمى، the indefinite articles is used، تستخدم أول شيء with the professions مع الاختصاصات، مثلا I'm a teacher، she is an architect، إنه هي معمارية. Number two، with some expressions of quantity، بعض تعابير الكمية، مثل a pair of، a little of، a couple of، a few. Okay. Number three، an exclamation، طبعا هنا معناتها التعجب، with what، دائما هنا أداة الاستفهام هنا تستخدم what للتعجب. من يكون بعدها a count noun، اسم معدود، مثلا what a lovely day، what a pity. هذه كانت الـ indefinite articles. نجي حاليا هسه راح نحكي عن definite articles، الأدوات تكون التعريف المحددة اللي هي نعرفها، عندنا أداة واحدة اللي هي the. The definite article is used، تستخدم شو وقت؟ أولا before sees، قبل الأسماء البحار، أسماء الريفرز الأنهار، الهوتيلز الفنادق، الثياترز المسارح، ميوزيمز الثياترز المسارح، ميوزيمز المتاحف، and newspapers والجرائد، the Atlantic، the British Museum، the Times، the Ritz. هاي كلها أسماء معروفة، فإذا تلاحظوها مكتوبة بالكابيتال لتر، يعني هاي أسماء معروفة. نجي استخدمنا وياها أداة التعريف ذا لأن هي already معرفة. Number three، نقطة ثالثة، with superlative adjectives، يسمونها صفات التفضيل. يعني إحنا ما نعرف إنه درجات مقارنة وتفضيل سابقا دارسيها. في حالة التفضيل نستخدم ذا، يعني he is the richest man in the world. Okay، إنه أغنى رجل في العالم، the richest، الأغنى، يعني هاي إنه هو يكون مو فقط مقارنة إنما تفضيل بها. Jane's the oldest in the class، يعني Jane is the oldest in the class، Jane هي الأكبر في الصف. هنا راح نشوف صفحة 33، عندنا paragraph، قطعة. My uncle's a shopkeeper، my uncle's a shopkeeper، يعني my uncle is a shopkeeper. راح نستمع لها أن ياكم سوية، المفروض من عندكم بهاي القطعة مطلوب أنه تحددوا لي أدوات التنكير والتعريف الموجودة بها، والأدوات وش وقت الكلمات اللي محتاجين بها articles. أوكي، أنا شرحت لكم إياها القاعدة مالتها كل واحدة، وراح نشوف هاي القطعة ونسمعها سوية، ومطلوب تحددون جوها خط بالضبط، شو وقت تكون إنه ذا تستخدم، شو وقت تستخدم الـ A والـ A، شو وقت تستخدم no article. Tape script 4.4. My uncle Reza is a shopkeeper. He lives in an old city in the center of Iran where he has a candy shop. He sells a lot of different kinds of candy,
which is made from nuts. My uncle enjoys meeting and talking to his customers, who come from all different parts of the country. They buy a few packets of Sohan or Gaz, which are two kinds of candy. People buy the candy as a souvenir for their family and friends. Reza has a son and a daughter. His son sometimes helps him in the shop. His shop is in the bazaar, where there are a lot of other shops selling prayer beads, vases, perfumes, and textiles. Once a week, my uncle goes by bus with his wife and children to the village where he was born and has lunch with his mother and father and other members of his family. He's one of the happiest men I know. بعد ما استمعنا القطعة وخلينا نحط جوا definite articles وindefinite articles وشو كنت ما استخدمنا articles راح يكون هذا هنا عندنا practice التمرين complete the sentences with a and the or nothing. يعني بهاي الفراغات إما نضيف a أو an أو نضيف the أو nothing. طبعا هذا راح يكون استخدامه حسب القاعدة، لازم نكون واضحة القاعدة بالنسبة لنا وفهمناها كل زين. ممكن نعيدها أكثر مرة إذا ما كانت واضحة، يعني عيدوا شرحي أكثر من مرة، وإذا حسيتوا بعد أكو فد غموض بالموضوع أو شيء ما واضح بالنسبة لكم تقدرون تكتبوا لي بسؤال حتى أنا أقدر أجاوبكم. فأول مثال شوفون I have two children فراغ boy and فراغ girl. بعدين شوفون هنا جملة جديدة فراغ. إذا تتذكرون إحنا قلنا نستخدم الـ A والـ an والـ the. شو وقت الـ A والـ an من يكون عندنا شيء يذكر لأول مرة مع مفرد ويكون معدود. الـ the قلنا تكون already معرفة للأشخاص مع المفرد والجمع، بس تكون معرفة للكل. فهنا البوي والجيرل يعني مفرد ويكون معدود، وشفته أول مرة دي يقول إنه أنا I have two children، لدي أطفال اثنين اللي هما ولد وبنت. إذا هنا نستخدم a boy and a girl. بعدين من دي بدي يحكي عنهم مرة ثانية راح يحكي شرح يقول the boy. شفتوا هنا صار البوي احنا already يعني عرفنا انه عنده ولد. هسه شو راح يقول؟ الولد شبي is 22 and ايضا البنت لان هي معرفة سابقا عرفنا عنده انه هو بنت، فتكون the girl is 19. بهالشكل الجمل تنحل. ايضا راح نناقشها بالتعليقات اشوف واجب يعني كتابتكم وحل هالموضوع، او اذا عندكم سؤال بالتعليقات وراح نسوي لكم اياها كواجب ايضا حتى اشوف مدى فهمكم للموضوع واجابتكم على كل فراغ. يعني راح تكتبون نقطة 2 الفراغ الاول والثاني والثالث كل كلمة بهالشكل هذا. مثلا نمبر 3 ست فراغات عندنا موجودة، نمبر 4 عندنا 3 فراغات، نمبر 5 فراغين. اوكي بهالشكل تكتبون 5 يمها 2، 4 مثلا يمها 3 فراغات الاجابات مالتها.